على بركة الله نبدأ المجلس الحديث الثالث لقراءة كتاب الموطأ وشرحه، ونبدأ مجلسنا بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله رسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وما أعظم هذا اللقاء المشرق الوضاء الذي يزداد في يومه الثالث نورانية وروحانية يكتسبها من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وروحانية المكان الذي هو لأحد الدوحة النبوية وصبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي أبي عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه. أيها السادة، مجلس الحديث يحضره سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلماء الحديث، قال عنهم الإمام الشافعي: إذا رأيت واحدا من أصحاب الحديث فكأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحب. والإمام الجليل الذي نجتمع حول كتابه اليوم هو إمام دار الهجرة الإمام مالك، الذي كان لا يركب دابة في المدينة احتراماً لأرض ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس الذي نلتقي فيه مع صفوة علماء الحديث اليوم تحفه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة، ولنا أمل عند الله الذي استجاب دعوة رسوله بنظرة وجوه أهل الحديث حين قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها
فرب مبلغ أوعى من سامع. رجاؤنا فيك يا رب أن تكشف عن أمتنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، فقد عهدنا في سلفنا وأئمتنا أن قالوا إن الله ليكشف البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث، وها هم أصحاب الحديث أساتذة وشيوخا وطلابا ومحبين وعاشقين. نلتقي اليوم في اليوم وفي المجلس الثالث إن شاء الله، ونبدأ هذا المجلس بهذه الأحاديث التي نقرأها، ثم يتلو ذلك الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، ثم يتلو ذلك الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، ثم الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي. أما بالنسبة للقسم الأول وهو الذي قال فيه حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأزلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف، ومعنى يرعف الرعاف، الرعاف هو دم يخرج من الأنف فيخرج منه الدم حتى تغتضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ، يعني لا ينتقض وضوءه ولا تبطل صلاته. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما، يعني يسيل دما، ومع هذا لم تبطل صلاته ولم ينتقض وضوءه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك، قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء حتى لا يخفض رأسه فيسيل الدم. وهذه أحكام ربما نراها في ظاهرها خفيفة وأحكام ليست ثقيلة، ولكنها سماحة التشريع الإسلامي الذي نشعر فيها اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما يتلى هذا إلا حيث تنفرج وحيث تتيسر أمور العباد والبلاد. وننتقل إلى القراءة الثانية وهي للزميل الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، فليتفضل سيادته. مشكور. شكرا يا أستاذنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد استمعنا إلى الأحاديث التي علق عليها أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، واستفدنا منها حكماً فقهياً مهماً، وهو أن أي إنسان يسيل الدم من أنفه أو من جرح عنده فإن هذا الدم لا ينتقض به الوضوء، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده كما أشار فضيلة شيخنا. والآن نتكلم عن موضوع آخر يؤثر في الوضوء، يبقى الرعاف لا يؤثر في الوضوء، نزول الدم من الأنف أو من أي جرح لا يؤثر في الوضوء، يتظل متوضئاً وتصلي بهذا الوضوء، لكن هناك أسباب أشياء أخرى هي التي تؤثر في الوضوء وتجعل الإنسان منا يتوضأ أو لا يتوضأ كما سنبين الآن. باب الوضوء من المذي. قال راوي الموطأ وهو ابن وضاح، قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي رضي الله عنه: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله صلى الله عليه وسلم. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا حديث يعالج مشكلة من المشاكل التي تعتري الإنسان في حياته، وهو قضية المذي. المذي احنا عندنا ثلاثة أشياء: مذي وودي ومني. المذي عبارة عن ماء رقيق بتفرزه الغدة المبالية البولية من غير تبول، هذا الماء الذي يخرج عندما تثور شهوة الرجل فيسبق خروج المني هذا النوع من الماء ويسمى مذيا. هل خروج المذي ينقض الوضوء؟ هذا ما استمعنا إليه أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لأنه كان متزوجا لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعتريه هذه الظاهرة، وهو أنه يتساقط منه مذي، وأراد أن يعرف حكم الله في هذه المسألة فأرسل المقداد بن الأسود يسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنني أستحي أن أسأل رسول الله عن هذا الأمر لأن عندي ابنته، فاسأل لي رسول الله عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة للسؤال: إذا وجد ذلك أحدكم، فالحكم عام، فلينضح فرجه بالماء. المراد بالفرج هنا هو القبل، فلينضح فرجه بالماء، والنضح هو الرش وليس الغسل، الغسل هو صب الماء والنضح هو الرش، فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذه إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعيها المسلم ويستفيد بها في حال حياته. هنا مسألة حديثية صرفة، أن هذا الحديث الموجود والذي استمعنا إليه وجدت فيه مشكلة ودرسها علماء الحديث كما أشار أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، الذين يهتمون بسنة رسول الله ويريدون أن تكون بين يدي الناس بيضاء نقية لا يشوبها شيء. ما هي المشكلة في هذا النص؟ النص عندي بيقول عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب كذا وكذا. هذا يوهم أن سليمان بن يسار سمع هذا الحوار من المقداد بن الأسود أو سمعه من علي، ولكن تبين لعلماء الحديث أن هنا فجوة، أن هنا راويا ساقطا سقط من الرواة وهو سيدنا عبد الله بن العباس. لماذا بقى؟ قالوا لأن سليمان بن يسار الذي روى عن المقداد بن الأسود لم يسمع من المقداد شيئا. هذا يدل على أنهم يتتبعون الرواة ويعرفون أين كانوا ومن ممن سمعوا. لم يسمع من المقداد بن الأسود، أدي واحد، ولم يسمع من سيدنا علي بن أبي طالب، أدي اثنين، ولم يروي عن واحد منهما أبدا. ليه بقى؟ قالوا لأن سليمان بن يسار اللي روى عن المقداد ولد سنة 34، والمقداد نفسه مات سنة 33، فازاي يروى عنه قبل ما يتولد؟ فدل ذلك على أن هنا إيه؟ ما يعرف بعلم الحديث انقطاع ما بين سليمان بن يسار وما بين المقداد بن الأسود. وبعدين وجدنا بين سليمان بن يسار أن سيدنا عبد الله بن العباس قال عبد الله بن العباس قال لي علي أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن علماء الحديث لا يتركون شيئا إلا درسوه وبينوه جيدا. الحديث الثاني قال ابن وضاح وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده يعني يجد المذي، إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. الحديث الأول من كلام رسول الله، وهذا يسمى عند علماء الحديث حديث مرفوع، يعني هو خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطانا فيه الرسول حكما وهو أننا نتوضأ عند خروج المذي بخلاف الرعاف الذي استمعنا إليه. ثم جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فبين هذا الحكم أيضا وقال إنني أشعر بأن مذيا يخرج مني، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. الحديث اللي احنا قلناه الآن يسمى موقوف وهو من كلام الصحابي، فالحديث الموقوف الآن يؤيد بالحديث المرفوع الذي استمعنا إليه. النص الثالث قال ابن وضاح وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي. الأولاني كان سيدنا عمر، سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. أيضا يبقى الثلاث نصوص كلها تدل على أننا نتوضأ عند نزول هذا الماء الذي ينزل منا في هذه الحال. هذا واضح سواء كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام سيدنا عمر بن الخطاب أو من كلام ولده سيدنا عبد الله بن عمر، وكلهم في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي.
إذن هناك أيضا نصوص تقول لي ترك الوضوء من المذي. قال ابن وضاح: حدثني يحيى، حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف، يعني هو حس بسقوط المذي أثناء صلاته. إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. فهنا يفرق بين الحالة التي في الصلاة والحالة التي قبل الصلاة، فقبل الصلاة يلزمنا إيه؟ الوضوء، إنما أثناء الصلاة لا، انتهي من صلاتك ثم توضأ وأعد الصلاة. حديث. قال ابن وضاح: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. يعني إذا أنت شعرت بهذا هات نطح شوية مية في ماء ثم انضح ثيابك الداخلية ولا تفكر فيه. هذا برضو لا فيه دليل على أن له لا يجب الوضوء من نزول المذي، فهذا توسعة وتيسير. باب الوضوء من مس الفرج. يبقى انتهينا من حكم الدم النازل من الأنف وهو الرعاف، وانتهينا من وجود المذي وأنه إما أن تتوضأ وإما أن تترك الوضوء منه. هنا مسألة أخرى، لو أن الرجل مس فرجه وهو متوضئ أو أن المرأة مست عورتها وهي متوضئ أينتقد الوضوء؟ نستمع إلى هذا. المراد بالفرج في هذا العنوان هو القبل، سواء من الرجل أو من المرأة. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. تذاكرنا يعني إيه؟ يعني بدأنا نعرض، كل واحد منا يعرض ما عنده من العلم في نواقض الوضوء. دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حكم أحيانا نسأل عنه فتعرف حكم الله في هذه المسألة. قال ابن وضاح: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، امسكوا المصحف، فاحتككت، يعني احتكت وركاي، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك، يعني وجده يعني يعبث بيده في المنطقة هذه، قال له: أظن أنت لعلك مسست ذكرك، فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذه الأمور تجعلنا نعرف أن الصحابة كانوا يهتمون بالنظافة الظاهرية والداخلية. قال ابن وضاح: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول، ده بقى هذا كلام صحابي، إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال ابن وضاح: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. قال ابن وضاح: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟
ما كان يكفيك تكتفي بالغسل عن الوضوء. قال بلى، نعم، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. فدل ذلك على أن مس الذكر أو الفرج ينقض الوضوء. قال وحدثني، قال ابن وضاع وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، أنت في وقت بتصلي في وقت إحنا ما كناش نراك تصلي هذه الصلاة. قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. انتهينا من خروج المذ وأنه ينقض الوضوء وأن الإنسان يتوضأ، وانتهينا من مس الفرج وأنه ينقض الوضوء. بعد ذلك يأتينا باب جديد وهو باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. لو أن رجلا قبل امرأته أو هي قبلت زوجها هل ينتقض الوضوء؟ هذا ما نسمعه الآن. قال ابن وضاح وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي. والله أعلى وأعلم. والمقام الآن لأخينا الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش يواصل الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. بارك الله في مشايخنا الكرام ونفعنا الله بعلومهم دائما، أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، أطال الله عمره وبارك في عمله وسعيه، أستاذنا الدكتور مصطفى أبو عمارة حافظه الله وبارك في عمره وبارك في سعيه وعمله، اللهم آمين. وجعل الله تبارك وتعالى هذه الخطوات في ميزان حسنات إخواننا الذين يأتون، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته كما جمعنا في بيت من بيوته تبارك وتعالى. استكمالا للقراءة، باب العمل في غسل الجنابة. ديننا لم يترك لنا شيئا إلا وعلمنا إياه، حتى الغسل من الجنابة. فهي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها توضح لنا وتصف لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. قال ابن وضاح رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه،
ثم يفيض الماء، يعني يصب الماء على جلده كله. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجناب. ما معنى هو الفرق؟ تصف الإناء أو قدر الإناء الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق هي فيها لغتان، بفتح الراء وهي الصحيحة وهي الأفصح، وبسكون الراء الفرق، لكن الأفصح هي الإيه؟ الفرق. ما معنى الفرق؟ الفرق قال العلماء بأنه إناء مقداره 3 آصع، يعني صاع وصاع وصاع. كم يساوي الصاع بلغتنا الحديثة؟ يعني يتراوح ما بين 2 لتر ل3 لتر مية. هذا مقدار ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم من الماء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى. هذا موقوف على ابن عمر، على يده اليمنى، فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى. نضح في عينيه يعني رش الماء في عينيه. قال العلماء: وسيدنا ابن عمر رضي الله عنه لم يتابع على ذلك، على رش الماء في عينيه. ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، كيف كانت المرأة تغتسل؟ فقالت السيدة عائشة: فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات، والحفنة هو ملء اليدين بالماء. لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغف رأسها بيديها. ما معنى تضغف؟ يعني تعالج شعر رأسها بيديها وتخلط بعضه ببعض حتى تتأكد وتطمئن أن الماء قد وصل إلى بشرة الإيه؟ الرأس أو إلى بشرتها. ننتقل إلى باب آخر، وهو باب وجوب أو واجب الغسل إذا التقى الختانان. هذه قضية أخرى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا شيء من موجبات الغسل، إذا مس الختان الختان. والختان بالنسبة للذكر هو موضع القطع الذي يقطع مقدمة الذكر عندما يولد، ويقابله الخفاض بالنسبة للأنثى. طب لماذا سمي الختانان، سمي بالختانين؟ قالوا: تغليبا، لأن إذا اجتمع الذكر مع والأنثى غلب الذكر، مثل الأبوين، الأبوان والقمران، الشمس والقمر والأبوان، الأب والأم. إذا كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ابن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. مثل الفروج يعني السيدة عائشة تعاتب أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف: مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج. الفروج هو صغير أو فرخ الدجاج صغير. هذا إذا هذا الفروج إذا سمع الديك تصيح يقلدها. طب لماذا قالت له أم عائشة رضي الله عنها هذا؟ قالت له هذا معاتبة إياه لأنه كان يروي عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني لا يغتسل الرجل إلا إذا أنزل. وهذا حديث ثابت، لكن كان في بداية في صدر الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك بحديث إذا التقى الختان. فلذلك قالت له أمنا عائشة: يا أبا سلمة مثلك مثل مثل الفروج. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، يعني أمر أستحي أن أسألك فيه. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، يعني يجامع أهله ولكن يصيبه الفطور فلا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. حسم الأمر، فهذه قضية محسومة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني كان لا يرى الغسل إلا إذا أنزل، ثم نزع عن ذلك قبل أن يموت. تراجع ويعني تنازل عن رأيه وتراجع عن رأيه وعلم أن الصواب هو التقاء الختانان يوجب الغسل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، يعني هو جامع أهله ثم نام، يعني جامع في أول الليل ثم نام، ماذا ينبغي أن يفعل؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ أو اغسل ذكرك ثم نم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. قال العلماء: هذه الأمور يعني ليست على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل
الاستحباب واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأترك المجال لأخي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في عالم الفقه وعالم الحديث النبوي الشريف، ملأ طباق الأرض علما، وكان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، رضي الله تعالى عنه. يقول: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم، هكذا قال الإمام الشافعي. وهذه شهادة عظمى من هذا الإمام الكبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أهل الحديث في كل زمان كالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في زمانهم. والمعنى أن أهل الحديث يشبهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعرف على أحواله عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. نعم، نحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم نسمعه مباشرة، وما أعظم الشوق وما أكثره لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا في كل محاضرة في مادة الحديث النبوي الشريف أو في كل مجلس حديثي نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل مجلس حديثي نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، أقواله صحبوا، أفعاله صحبوا، سيرته صحبوا، أحواله صلى الله عليه وسلم صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر. بمعنى أن الإنسان الجنب إذا نسي أنه جنب وصلى يعيد هذه الصلاة مرة ثانية ويغسل الجزء الذي أصيب فقط من ثوبه. إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا. تركهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ فذهب
ثم رجع وعلى جلده، على جسمه وعلى جلده أثر الماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أنه جنب رجع واغتسل ورجع إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مرة ثانية. وهذا الحديث وإن كان حديثا مرسلا لكنه موجود في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف. والمراد بالجرف اسم مكان قريب من المدينة ناحية الشمال. خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسل. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح، رش الماء ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام، ثم صلى، يعني صلاة الصبح، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف، نفس الحديث السابق، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. إنا لما أصبنا الودك، والمراد به يعني دسم اللحوم والشحوم وغير ذلك. إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب جماعة فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس، يعني نزل آخر الليل من أجل أن يستريح للاستراحة، عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر وقت الصباح. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أصبحت ومعنا ثياب، بمعنى أن سيدنا عمرو بن العاص طلب من سيدنا عمر أن يصلي في ثوب آخر غير هذا الثوب الذي أصابته الجنابة. قال له سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، اتركه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا، بمعنى لئن كنت غنيا ثريا، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عمر. قال: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال الإمام مالك رضي الله عنه: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رأى في منامه، نسيان شديد،
قال: ليغتسل من أحدث نومة، ليغتسل من أحدث نوم نامه من آخر مرة، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، إذا وجد في ثوبه ماء أثر الاحتلام عليه الغسل. وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبل ذلك. باب آخر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال ابن وضاح: حدثني عن مالك عن ابن شهاب. قال الراوي: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ سؤال. المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أف لك، يعني كلمة للتضجر لا يراد معناها الحقيقي، بمعنى أنها يعني السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تعترض على السيدة أم سلمة في تصريحها بهذا السؤال، لا يراد بهذه الكلمة معناها الحقيقي: أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. اعتراض أيضا: ومن أين يكون الشبه؟ قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. باب جامع غسل الجنابة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا بأس، لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، يعني بالماء الباقي في الإناء، لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة بشرط ألا تكون حائضا أو جنبا. هذا الكلام من سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رواية لأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يأتي في المرتبة الثانية بعد سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا اجتهاد منه على العين وعلى الرأس، لكن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من إناء واحد، ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن اغتسل بفضل الماء الباقي من أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. خلاصة القول في هذه الجزئية أن الماء طالما أنه طاهر لم تصبه نجاسة أعزكم الله، يجوز للرجل أن يغتسل وأن يتوضأ بفضل المرأة، لأن حيضتها ليست في يدها وليست في كذا وكذا، إنما هي في مكان
معين. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه، يعني عند الوضوء. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة، ويعطينه يناولنه السجادة أو المصلى، وهن حيض بالرغم من أنهن في حال الحيض، إلا أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يأخذ منهن السجادة أو المصلى. وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب من السيدة عائشة أن تناوله الثوب فذكرت له أنها حائض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها وللأمة كلها أن حيضتها ليست في يدها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسئل الإمام مالك رضي الله تعالى عن رجل له نسوة وجواري، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل بالنسبة للجواري، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، في يوم الزوجة الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى نسي، فأدخل أصبعه فيه في الإناء ليعرف حر الماء من برده، قال الإمام مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، بمعنى أنه لم يوجد في يده أو في أصبعه نجاسة أعزكم الله، فالماء طاهر. إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء أعزكم الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وندعو الله تعالى أن يتقبل مجلسنا ودعاءنا وحضورنا، وأن يجزينا خير الجزاء جميع الحاضرين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.